اليوم الطلاب إن شاء الله تجربة تحكي لنا على graphical method، إيجاد طريقة المعادلة أو جذور المعادلة الغير خطية. وعندنا هذا المثال اللي هو example، بس خلي أول نرجع المبدأ. طبعا الطلاب هو يعني هاي التجارب مالتكم تصير أيضا بغير برامج، تصير بالأكسل، بس المطلوب شوية تطوير لكم. زين، هاي قلنا الخصائص اللي عندنا او القوائم المسجله. اذا اريد اكتب برنامج جديد وقلنا هنا هاي يسموها الكوماند ويندو، نقدر نكتب اي شيء هنا، بس انا اريد اخزنه هنا. ما ينخزن بهاي الشاشه، ايش راح اسوي؟ اروح على نيو سكريبت، بس اضغط عليها راح ينفتح عندي شاشه، تنفتح عندي شاشة. الماتلاب طلابي يعني يشتغل بطريقتين، اما الكود يعني شفرة او فشي يسموه سيمينينج، يعني انتم ما راح تاخذوه. سيمينينج يعني بلوكات تربطهن ويطلع لك النتيجة. انا كاتبته قبل بوقت، بس اسرح اكتبه قدامكم بس افتحها. طبعا هاي البرامج اللي يعني انا كاتبتها قبل مخزونة كلها عندي. بالبداية أنطي هذا البرنامج طبعا مكتوب مسبقا، بس راح أكتبه أمامكم. لا بس مجرد اللي عنده حاسبة طبعا يقدر يطبقها. أسوي هذا مثل العلامة المئوية، يعني بس أكتب فد أحط فد عنوان للتجربة مالتي اللي هي finding the roots of a single. طبعا هاي مو ضمن الكود، لا هاي بس مجرد يعني تعريف، خلينا نقول نن لينيا ويجي وكمل. هاي بس مجرد تفهمت ملاحظة. زين، تشوفون الطلاب ما مخزون، مكتوب untitled. يعني هاي البرنامج اللي انا او الصفحه اللي انا فتحتها ما مخزونه. ايش اقول له؟ سيف، تشوفون هاي سيف مكتوب مثل علامه القرص او الفلوبي قبل كنا نسميه. ما تكتبون اي اسم، انا مثلا لو نبي نحافظ على الاسم راح اكتب بعد. أرجع، أول طريقة مثل 1 اللي قلنا بها أطاطرة، إنتر سميناها graphical. نكتبها كارت الأكسل graphical method. بس وكل مرة يعني أقول له خزن، عن بعد يخزن هاي المعلومات. زين، عادة من أجي أكتب برنامج أعطي هاي الإعازين اللي هي clear، يعني نظف شكو إعازات مكتوبة clear all، ويسد لي اياهن شكو برامج مفتوحة close all. تقدرون تكتبون وراها فارزة مقطوطة، عادة الماتلاب بالفارزة المقطوطة ورا كل خطوة. وهذا أيضا CLC نفس الشيء، بس على مود ينظف لي
ذاكرة الخزي هسه اجي اقول خزن ادخل هاي المعطيات اللي عندي، ادخل قبل ما ادخل المعادلة ادخل هاي المعطيات اللي عندي، اقول له تي مثلا يساوي تي يساوي 10 فازة مضبوطة، بعد شنو الجي يساوي 9.18 الجي 0.81 بعد شنو الفي يساوي 40 اللي هي الفيلوسيتي قلنا، الام اللي هي كانت الكتلة، الام يساوي ستة وثمانين بوينت واحد، واخزن وراها ايش راح اسوي؟ دخلت هسه ام جي في وال تي، اخلي المعادله امامي، اخلي المعادله اكتب اللي هي هاي معادله السؤال، بس لازم تكتبون على الاقواس، تقدرون تخلوها بالبدايه بس راح اشوفكم شلون نستخدمها. طبعا اكو اكثر من كود بهاي الطريقه، اكو اكثر من كود يعني اكثر من شغله يعني مو هاي، بس هاي عاده اول وحده أقول له ال F لل سي شو يساوي عندي مثل ما موجود، مثل ما موجود هذا المعادلة بس أكتبها طبعا بصيغة المعادلة، جي ام طبعا جي في ام هي المفروض عندنا بيانات علامة ضرب جي في ام على سي جي في ام تقسيم سي ون الطلاب أخليه أحسن من أقواس، هذا قوس وهذا أيضا قوس، سلينا كتبت هذه الخطوة إنه هو أصلا فراج الأقواس، أجي هسه على هذا القوس شلون نكتبه في هي علامة استفهام وافتح قوس واحد ناقص واحد ناقص اكسبونينشال، طلاب تنكتب هيجي اكسبونينشال اي اكس بي اختصار من اكسبونينشال، واحد ناقص اكسبونينشال وايضا افتح قوس لان هو اس، واحد ناقص اكسبونينشال شنو هذا عندكم اللي هو سالب سي على الام بتي، سالب سي على الام اللي هي حق القسمه سيد القوس في تي
ايضا عندكم قوس هذا بالسدوق اللي هو هذا كله قوس وهذا كان مال اكسبوننشال. ناقص ناقص الالبي ناقص عملية الأقواس طبعا مهمة. أنا عندك قوسين ورا تي ناقص ناقص بس لدينا الان في جي هذا هو قوس على السي. خلينا نحدد بس نكتب السي بعدين نقول سي 1 وسي 2 في واحد ناقص اكسبونينشال واحد ناقص اكسبونينشال تحت قوس ناقص سي على الام في شنو في التي هذا كله خاص بأس الاكسبونينشال ناقص في ناقص ناقص ب هاي المعادلة كلها ايش راح اسوي بيها؟ خليت هسه المعادلة امامي وخليت ان معطيات هاي المعادلة وبديت قلت لكم clear all close all هذا البرنامج وخليت ال T وال G وال V وال M زين ايش راح اقول له مثل ما موجود بالمنزل ال C1 انا اخذت قيمتها C1 قيمتها اخذت في البداية 4 اقول له C1 السي 1 يساوي 4 فارز مطلوبة عندي السي 1 يساوي 4 الاف اوف سي ايش قد قيمتها اف اوف سي انت بس تدخل للمعادلة هو راح يحسب هاي القيمة هو راح يحسب ال 34 بقول له اف 1 خليني اسميها اختصارا يعني عندي السي 1 اف 1 يساوي مثل هاي المعادلة اللي أنا كتبتها أقول لها كوبي طبعا بعد ما أرتبها شوية لأن هي هاي مو ضرورية هنا F1 يساوي G في الـ M على C1 راح أسميها C1 وأخذ يعني هنا انت عندك سي 1 لازم هنا الاف 1 وين عندك سي 1 هنا سي 1 يا طلاب شوفوا هذا القوس هو شيء مثل العلامه الحمراء جوا معناته في خلل معناته هسه خلي الفائزة مضبوطة إذا أروح أقول له رن رن شوف طلع لي الصوت معناتها أكو خلل وين يعني يظهر لك هذا المربع الأحمر أكو خلل تروح عليه تضغط بس بالماوس يعني أكو نقص بالأقواس لازم إن عدد الأقواس المفتوحة لنفس المغلقة لازم اقف قوس نقص اللي هو شنو هو شوف اقف بالبداية قوس
ما مذكور اللي هو باور. خلينا قوس وشوف هنا بالنهاية شيري تم يوقف، تم يقول لي اكو فت خلل. شوف هنا انت عندك في البداية عملية الاقواس كلش مهمة قوسين وراها هذا القوس لازم يسد زين سدينا. خلينا نشوف شنو الخلل في واحد ناقص اكسبونينشال ايضا في قوسين واحد ناقص اكسبونينشال ناقصا قوس ناقص عندك قوس وهنا ايضا هم قوس بقى هنا لازم نتأكد من عملية الأقواس. بس هذا أول واحد اللي هو وراء علامة الضرب هو القوس الأخير زايد المستحيلين. اي انا اوضح لكم اي على مود تعرفون شنو الاخطاء اللي تصير بما تلعبون ناقصا البي ماكو داعي. بس شوف وين يوقف عندك الماتلاب يعني يبين لك الخطا هسه بس تقول له دليت اسرع حد ما دام ما يطلع لك اي خط احمر او يعني ما شوف هسه اذا تقول له رامي طبعا بالمناسبه اهم خليني اقول له اخزن عمود تروح الخطوه مالتي اهم اعاز بالماتلاب من بين كل ذني انت عندك هسه نيو مفهومه اوبن مفهومه سيف موجوده بعد شنو مهم الران اهم وحده الران يعني اللي هي تعادل اف 5 اللي هي مثل المثلث الاخضر خلينا نقول بس تقول له ران. شوف اذا ما طلع لك صوت يطلع لك هيك شلون الصوت يعني مثلا تروح شوف ما طلع لك شيء يعني معناته اوكي أو شوف هنا أكو ضري عازات طبعا من المادلة وفي تقدر هنا نجيبها خليها هنا طبعا ها وين هاي عند السيوان قول لي أنت زين السيوان اف 1 عند السيوان اف 1 زين إذا قلت له السي 2 نفس المعادلة هسه ارجع على مود قبال كل اكس يرسم لي واي اقول له سي 2 يساوي ايش قد قدمنا 4 4 8 خارج المنقوطه انت سي 2 عندك هالمره 8 هاي المعادله بعد ايش انا اكتبها هنا نفسها موجوده بس راح اغير بيها انت ايش راح اقول له؟ شوف يطلع لي مثل الخط الاصفر جوا الاف 1 معناته الاف 1 مكرره عندي يقول لي ليش اتكررها؟ ايش راح اسميها؟ اف 2 لان هو عندي السي 2 اكيد اف 2 وهنا بس اغير يعني السي 1 اسويها سي 2 سي 2 والبقيه كلها يظل ثابتات لان انا بس اغير قيمه السي عندك التي والجي والفي والار ثابته ونقول رن طبعا بعدين اشوفكم النتيجه النهائيه. هسه نفس الحاله احنا شو القيمه اخذنا؟ طبعا الحلو بالماتلاب ايش قد ما تريد تاخذ قيم اخرى. يعني هسه مثلا احنا بس خمس قيم ماخذين. تقدر تاخذ للالف للميه المهم وين ما يقطع. السي 3 نفس الحاله هالمره هتقدم اربع خطوات 4 8 12 خارج المنقوطه وهذه الخطوة كوبي بس ليش اكتب النوم شوف يوقف عليه يطلع لك مثل الخط الجوة معناتها هاي مكررة تقول له شنو انا راح اغير بي اف 3 وبدال السي 2 اكتب 3 وهنا بدال السي 2 3
على مود يطلع لي الاف 3 عند السي 3 ومخزن الران. هسه عفوا بالنهاية نحتاجها السي 4 يساوي هالمرة بكرة 12 جدا زايد 4 4 16 واقول له هنا كوبي بيست. ايضا راح اوقف عليه راح اغير بيها 4 وهنا اسميها سي 4 وهنا نفس الحالة سي على مود يطلع لي قيمة الدالة عند السي 4 واخزن. زين اخير حالة اللي هي السي 5 يساوي قد 20. عادة بالمعتاد ورا كل خطوة بارزة مقطوعة عادة وهنا كوبي شوفوا مضاف عليها ايش قلت لي راح اغير بيها اللي هي الخمسة هنا خمسة وهنا هم خمسة واخزن. شوف هسه عندي سي 1 اف 1 وبدال كل سي سي 1 سي 1 سي 2 اف 2 كلها سي 2 يعني الاف 2 عند السي 2 السي 3 اف 3 عند السي 3 السي 4 اف 4 عند الاف 4 والسي 5 اف 5 عند السي 5. زين هسه كملت ايش راح اسوي؟ طلاب اكتبه على شكل مثل مصفوفه يعني شنو؟ يعني اقول له سي تساوي هذا او على شكل خلينا نقول فكتر متجه اقول له سي تساوي سي 1 على مود من يرسم سبيس سي 2 سبيس سي 3 سبيس سي 4 سبيس سي 5 واسد القوس والاف كذلك نفس الحالة أسويه على شكل متجه بس نبغى الرموز تذكر الرموز F1 space F2 space F3 F4 عفوا هنا 4 F5 زين على مود يرسم على شكل متجه يعني شنو متجه طلاب؟ يعني عند كل سي 1 يعني يعتبرها مثل الاكس والواي يعني هنا ايش يجي يعني هذا اكس هذا المتجه اكس وهذا المتجه واي يجي على مود يرسم كل نقطه اكبر نقطه يعني شنو؟ يعني يرسم السي 1 ويا الاف 1 ويرسم السي 2 ويا اف 2 وكذلك السي 3 ويا الاف 3 والسي 4 ويا الاف 4 والسي 5 ويا الاف 5 واخزن. هسه الخطوة المهمة اللي عندي اللي هو هذا الرسم شلون ارسم اهم اعاز بالماتلاب الرسم بلوت بلوت وافتح قوس بلوت منو ايش راح يرسم السي بارزة اف راح يرسم لك هذا المتجه السي ويا الاف هو ياخذهم ياخذ كانهم اكس واي السي والاف بارزه. طلاب انت بس تقول له سي والاف هسه بس اقول له سي والاف بلوت بس واقول له ران. شوف طلع لي الكياب هسه راح اتناقش عن هذا الكياب بس عموما بس تقول له بلوت بلوت كانه هذا تقول له الاكس واي يرسم لك بالضبط. هاي الاعازات شنو؟ هاي يعني للتوضيح يعني اريد اقول له يعني بعد شويه هسه هذا الرسم اللي عندي تشوفون الخط ما مبين يعني شويه خلينا نقول ب رفيع ايش راح اسوي له؟ ادوس فارزه وادوس هذا الثن
يعني نسميها كوتيشن مارك اللي هي علامات اقتباس، احدد له لون معين، اي لون انتم مخيرين بالماتلاب حسب ما قلت لكم. لا تذكرون اول محاضره ما قلت لكم كتبوا هيلب بلوت وقول له انت تطلع لكم الاعازات الخاصه بالرسم، يعني هاي الالوان المحدده عندكم بالماتلاب بلو جرين ريد مع بعض يلو بلاك وايت، وكل وحده والرمز مالتها. هو عاده يرسم باللون الازرق عاده الا اذا انت تعطيه غير لون، تقول له جرين يلو وايت مبين. هسه نرجع الكي، الكي معناته اللون ال... هذا الكي معناته اللون الاسود، اسود ترى الكي، لانه ليش؟ لانه البلو بي، فمو معقول الكي هم بي يعطي رمز الكي اسود. هاي شنو دني؟ هنا نوع الخط، نوع الخط شو نوع الخط اللي يذني؟ يعني شو تريد الخط مالتك على شكل شنو؟ سويلد دوتد داش نول؟ هسه خلينا نجرب قدامكم، ارجع اقول له هاي مثل علامة السالب، خلينا نقول هاي مثل الستار. هاي شنو طلاب؟ الكروس، الكروس اللي تطلع ومو راح يقطع اكس واي، يعني شو تريد يطلع لك عند هاي الكروس؟ الكي خاصة باللون كي. هسه شوفنا، شوف هاي الكروس وين طلعت، اللي هي مثل قلت علامة الستار تطلع امام نقاط التقاطع، لان هو دي قاطع خمس نقاط، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. بعد شوية اريد اوضحها، ايش اقول لك؟ اكو اعاز بالماتلاب اسمه لاين ودث، يعني عرض الخط، عرض الخط. اكتب فارزة لاين ودث، وانطي فارزة مثلا اقول له ثلاثة، السمك مال الخط ثلاثة. شوف الرسم شلون راح يطلع. اوضح بعد اعاز اللي هو شنو هو؟ جريد، جريد يعني الشبكة. جوا اقول له انت الرسم شلون صار اوضح؟ جريد. اريد اخلي مثلا تجوا تخلون مثلا عنوان للمحاور، عنوان للمحاور، يعني اريد اسمي محور اكس واريد اسمي محور واي، اقول له اكس هذا اللي عاد بالماتلاب اكس ليبل، وافتح قوس ناشم سميه اللي هو السي، اللي هو ده يرسم السي والاف اوف سي، سي وسد القوس انتر، اقول للواي ليبل، ثم افتح قوس وهنا شو بسميها اف اوف سي، يدون هيجي اف، افتح قوس للسي والطيران. شوف عندي محور الاكس، الاكس محور السي كتب لي سي، وعن محور الواي كتب لي الاف اوف سي. تجون تحطون تايتل عنوان الرسم هذا، اقول له تايتل اعطي لي اياه عنوان، وافتح قوس سمي لي جرافيكال مثلا.
إذا نخلي عنوان المحاضرة نسمي لها graphical method. إذا أريد أغير شوية من نوعية الخط، إذا أريد أقول له خليني مثل النوايز، أشوف شو راح يعطيني. شوف يصير على شكل متقطع. إذا أريد شنو بعد نوعية الخطوط اللي عندنا هنا؟ لا بس لازم قلنا طبعا ايش بما تلعب بس تقول له هيرب وتذكر الشيء اللي تريده. انا هسه مثلا قلت له هيرب بلوت، اي شيء علمني على الرسم، فقلت له هيرب وضغطت بلوت. شوف هاي نوعية الخطوط. اذا اريد اقول له هذا الداش اللي هي مثل لا سالب سالب، شوف شلون يطلع لك اياها. زين بعد احنا لحد هسه ما لقينا النقطة، احنا شنو هدفنا؟ مو بس مجرد نتعلم على الرسم، احنا هدفنا نلقي النقطة. شلون؟ شوف اذا اقول له بس خلي اقلل صوت الخط، هني انا اسوي مثلا اريد اقول له مثلا غير لي اللون، اذا قلت له ار احط الاياه بالريد زين. هسه النقطة مال التقاطع وين صارت؟ شوف هنا طبعا هاي لعازات الشريط، هذا اللي فوق مثلا فايل، شوف اذا ضغطت عليه edit view insert desktop هاي كلها يعطيك خصائص بالرسم. انا حاليا اريد اقول له شنو؟ زوم. زوم يعني كبر. شوف اذا ضغط زوم وانتر، بس اضغط على هالاداة الزوم اللي هي تكبير، بعد اضغط اريد اشوف وين قطع. واذا قلت له عكس الزوم، هاي مثل مكبرة، مثل عدسة مكبرة. أنا لازم أتبقى إيه؟ الصفر. شوف هنا عندكم أكو خمسة بالرسم وأكو سالب خمسة وبيناتهم الصفر. النقطة بالعين المجردة صايرة بين ال 14 وبين ال 16 مثل ما قلنا هنا. طلعناها أو العفو بالملزمة بين ال 12 وبين ال 16، يعني إحنا أخذنا السكيل مالتنا 4 4 اللي هي هذا الشكل. بين 14 وبين 16 زين. إذا أريد بعد شوية وين يقطع الـ X axis؟ طبعا هي أكثر من 14.75 لما تضغط على شيء بعد يكبر. لان جوابها على سكيل هي عابره، ترى اصلا عابره ل 14.8، فيجوز النقطه الصحيحه هي يعني اقرب ل 15، يعني خلينا نقول 14.9 احتمال، يعني اكثر من هذا الرقم اللي هو ناطيه، لانه ما مصفر المعادله. وقلت لكم هي ما تصفر. هنا شوف هذا الوضوح اللي يطلع بالماتلاب. قلت لكم هنا خليني انسد هاي عند الصفر، هي أقرب لل 15. وين قاطع؟ شو يدوز كبره طبعا. بعد قبل يمكن 14.9 أو 14. المهم قبل ال 15 هي هنا. مش كل ما تضغط كل ما الرسم يتكبر أكثر. شوف يطلع لك حتى على اكس اكسس بالتفصيل. صفر شوف هنا 14 يمكن بوينت تقريبا 92 هي هاي النقطة الصحيحة اللي قاطع عليها الاكس اكسس. اذا تجون ترجعون شوف يكبر بعد قد ما تجون.
زوم ان وزوم اوت. هنا يرجع بس المتباشر، بس تضغطون على هاي الأداة وتوقفون على الرسم، رجع لك الرسم الأصلي. ولاب حاليا المفروض هاي التجربة بيها تقرير، بس أنا ما أريد، راح أسوي لكم كل طريقتين بتجربة أو بتقرير العفو. يعني هسه ناخذ الطريقه اللي اخذنا، مو قلنا اربع طرق، ناخذ هاي الطريقه مال الجرافيكال باي سكشن، وبعدين يلا سووا لي تقرير وريكم هذا الرسم اللي عند حاسب بالبيت. هذا الرسم اريده تخلوه وين بالتجربه مالتكم. طلاب ايد التقسيم مالتكم على شكل جروبات، جروبات شلون؟ يعني انتوا عددكم هسه 21 طالب، خلينا نقول تقسيم 3-7 جروبات، كل 3 بالجروب، والافضل يعني بكل جروب لازم واحد عنده حاسبه. ليش؟ هاي مثلا هاي الرسومات اريدها، هاي الرسومات اريدها تكون لها تقرير. هسه راح اعلمكم على طريقه كتابه التقرير. عموما هسه هاي طريقة شنو؟ graphical method اللي نلقي بيها جذر المعادلة. طبعا أدق بهواية من الرقم اللي طلع عندنا، لأن احنا قلنا 14.75 بينما هي كنا 14.9 فتشي. عادي تقدر الستة، وبس تقول له راني اطلع لك الرسم مرة ثانية. هسه إذا قلت له شوف f of c يساوي j، زين هنا هو يحسب لك، هنا لما دخلنا هو يحسب القيم، لان قلنا شوف f of هاي ال f نضغط عليها دبل كليك، يعني هاي ال f1 f2 f3 4-5 كلها يحسبها. إذا تقدر أنت أكبر طريقة، بس مثلا إذا أريد، طبعا البرنامج يبقى مخزون، هاي الطريقة الأولى تقدرون مثلا هنا يعني أقدر أكتب نفس الصفحة، بس هنا تخلوا له هاي العلامة النسبة المئوية وتدوسون هذا القوس، وبالنهاية هم هاي العلامة النسبة المئوية وتسدون هذا القوس وتقول له انت ليش. يعني هذا البرنامج هو مخزون بس ما راح يتفعل، يعني اقدر اكتب بعد غير برنامج بنفس الصفحة مخزون انت عندك، يعني اقدر اكتب بعد غير كود غير طريقة. أريد أقول له مثلا عندك مثلا إيش تنطي طلابك غير طريقة، تنطي تقول له السي يساوي يعني مثل اللوب، مثل اللوب هي السي يساوي من 4 لمن؟ لل 20. بس شنو؟ الستيب مالتك 4-4. يعني شنو؟ يعني من 4 لل 20، بس شنو راح ياخذ 4-4 يمشي بيهن، على مود هو يقسمهن، يعني زيد اقصد 4-4، يعني 4 8 12 16 20. وهنا الـ f of c هم تقدر تعطيها القيم اللي احنا طلعناها، بس قبل شوية ترى البرنامج هو حسبها من طيت المعادلة. هنا لا، انت مسبقا تحسبها بس تكتب لي يا اخي شو تعطي، لا
بس تقول له بلوت، بس تقول له بلوت نفس نابس كوبي بيست إذا بتلان أيضا تطلع لي نفس الحالة نفس الرسم. يعني تقدر برنامج شوف كتبت الأول خزنته من يصير عند الطلاب اللون الأخضر، يعني هذا حاليا ما يشتغل، مكتوب عندك مخزون بس ما يشتغل، يا هذا يشتغل هذا حاليا برنامج من نفس الصفحة ويطلع لك السي والاف اوف سي. هذا طلاب ينخزن، تقدرون تخزنوه بالحاسبة مالتكم. شلون؟ تقول له سيف سيف على الديسكتوب مثلا حاليا. هنا امتدادات الصورة، امتدادات الصورة شو تريد انت مثلا؟ عادة اكثر شيء يعني بي ان جي، يعني اكو تي اي اف، اكو فيجر، اكو بيت ماب. مثلا اذا قلت له هذا الاختصار امتداد الصورة، شلون مثلا ملفات الوورد امتداد دوك، ملفات الباوربوينت اكس ال اس او بي دي اف، بس تضغط عليه مثلا اريد اسميه اقول له واي، وانا اخزنه على الديسكتوب. سده حاليا هنا نشوف الخزن لونه واي. سيف قلنا فيها قلنا في الديسكتوب قلنا اوكي بس هنا ناجح هذا الرسم. هذا صار عندك الرسم موجود عندك مخزون. انت مثلا اذا تريد تسوي باكر اقوى تقرير مثلا، اكيد تعرفون يعني الاغلبيه يعرفون على برنامج الوورد، تفتح تريد تكتب لي مثلا هاي تعرفون بالتقارير لازم شوية ترتبوها على الوورد، وقلت لكم بعدين يعني قاسم يعطيني أو يزودني بأسماء الجروبات، سبع جروبات كل ثلاثة بجروب، أوكي؟ إن شاء الله اللي يريد يسوي مفرد براحته، بس هو الجروب أحسن. ليش؟ على مود كل ثلاثة يأخذون نفس الدرجة. مثلا هسه أول هسه ما أريد منكم حاليا التقرير، تأخذ التجربة الثانية على أسبوع الباقي، يلا ما أريد هسه حاليا. وكلها اسوي لكم اياها بالكلاس ورك بالمهام، وذاك تنزلوها يعني بالصف. تكتب لي مثلا ميثود 1 او بالبدايه العفو يعني اسماء الجروب، هاي تعرفون مثلا مختبر ماده التحليلات العدديه مثلا. اسماء الجروب عاده باول صفحه، هاي اول صفحه الكريشه ما اريدها. عندك هنا هاي واحد عيده مرتب، هاي مثلا الصفحه الثانيه مثلا شنو عنوان الجرافيكال، تواجد شغل التقارير مو جديد عليكم جرافيكال مثلا هذول طبعا اكيد هاي تكبرون وتصغرون بعد تعرفون هاي شغلات الوورد. انترودكشن، شلون انترودكشن؟ يعني هاي الجرافيكال مثلا اكيد انت ما راح تطلع لي عليه من الانترنت، يا يعني بتكتب هنا شوف شو يطلع لك عليها، وياكم مواقع هنا مثلا جرافيكا
طبعا في بعد يعني تطلع لك معلومات اكثر تخصص مثلا جرافيكال ميثود بال تو فايند سنجل نون لينير روت مثلا، لان هاي هسه راح يطلع لك هواي خيارات. بس تكتب تكتب تحدد تقول جرافيكال ميثود تو فايند سنجل نون لينير روت لإيجاد جذر المعادلة الغير خطية، وتجي مثلا هنا الصورة تكتب لي أكيد في الصفحة صفحتين شو مش قد تريد. أنت تكتب مقدمة، طبعا هي راح يصير عندكم طريقتين، الطريقة الأولى تكتب لي على جرافيكال ميثود، والطريقة الثانية تكتب على شنو اللي بعد ما ناخذها إن شاء الله راح ناخذها اللي هي البايسكشن ميثود، وراها الجرافيكال ميثود. جرافيكال ميثود إيش راح تكتب لي؟ تكتب لي هاي الكود، تكتب لي هاي الكود واحده بيهن واحده بيهن، لو هاي هاي الطريقه او هاي اثنيناتهم براحتك. زين النتائج مالتك شنو النتائج مالتك؟ ترفق لي ترفق لي، خليت هسه الكود، كتبت الانترودكشن، خليت الكود مال مال التجربه اللي هي على الماتلاب. اريد مثلا هاي الصوره، هاي الصوره اريدها، النتيجه مالتي اقول له انسيرت اللي انا خزنتها على الديسكتوب بيكتشر، هاي الصوره ترفق لي اياها بالتقرير، خلي لي اياها هنا. مثلا هاي النتيجه مالتك، ومثل ما قلت لكم لازم اللي بالجروب عنده حاسب ان هي النتيجة من اللي راح يصلحها. وبعدين عادي انزلكم اياه بالمهاي بالكلاس وورك وتنزلون التقارير مالتكم. بس اذا ما ريحتنا هذا برنامج سابق طبعا كاتبته، قلنا هنا اذا تريدون مثلا هذا ما اريده يشتغل، بس اخلي له هاي علامه النسبه المئويه، وهنا ارجع على هذا هنا بس اقول له ديليت، يعني هاي اول وحده امسحها راح يرجع يتفعل، يصير عندك باللون الاسود وذاك ايضا يظل مخزون عندك. شوف انكتب باي لون انت حرين. فتجربة اليوم اجينا بها على طريقة graphical method to find a single non-linear equation.